صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم الاحد ب 25 اب 2018 بلشنا نحس باخر الصيفيه، اخر ايام الصيفيه مثل ما بتقول السيده فيروز، ولكن من اول الصيفيه لاخرها وبالشتويه اللبنانيين ما بيهدوا، دائما عندهم حب الحياه، حب الفرح، حب الاحتفالات ايضا. وتحيه كثير كبيره لكل شخص بكل مهرجان، بكل لجنه، بكل بلديه عم بيكون عم بينظم بهالشكل المحترف جدا المهرجانات بكل المناطق اللبنانيه. فعلا خليتونا نحس انه ما عندنا مشاكل بقى، فعلا خليتونا نحس انه نحن بس خلقنا لحتى نعيش وننبسط، وهذا كل شخص وكل فرد لازم يكون عم بيفكر بهالموضوع لحتى يقدر يتخطى المشاكل. لما بنكون هالقد فرحانين بنحس مشاكلنا هالقد بتصغر، فدايما نروح على الموسيقى، دايما نروح على التجمعات، الاجتماعات مع أصدقائنا، مع عائلتنا، صدقوني كل المعايير بتنقلب. نحن اليوم نهارنا كمان فيه موسيقى مع ميوزيكال وغسان يمين، كمان فيه موسيقى وفن مع مايك ماسي بي وول اوف فيم، اكيد كوكينج وكل فقراتنا اللي معودين عليها نهار الاحد رح نبداها بعد ثواني، خليكم معنا.